very interesting too, because we have, it's very good to have both men and women like who are working in technology and in the nonprofit sector. And just my first impression is that there's a lot of interest. كل مجموعة كانوا عم يعطونا معلومات معينة زي مثلا كان في ويب تب كان في انه كيف تستعمل المابس بروجكتس ناجحة استخدمت التكنولوجي بطريقة معينة لحتى توصل للناس، التفاعل كان كثير حلو. في انطباع جدا رائع انه في افكار كثير حلوة بلشت من افكار صغيرة من مشكلة صغيرة والحل تبعها كان بسيط بداية يعني هو بس مجرد فكرة وكبر لوصل مشروع حلو.